شكري الاسماعيلي كنادي طبعا نادي كبير وظروف صعبه السنه دي، ايقاف القيد، كابتن ايهاب جلال بيعمل فرقه جديده وبيصعد لعيبه من الشباب، لعيبه كمان مهمه مشيت من نادي الاسماعيلي زي سيرجي اكا، زي مدبولي، زي الشامي، زي باهر محمدي، اربع خمس لعيبه بالظبط. تقال. شايف الاسماعيلي لا وفراس فراس بن فراس شواط لعيب كبير برضه، لعيب كويس اسمه صح انا ناسيه، والله لعيبه كويس. انا حزين على الاسماعيلي زي ما كابتن محمود بيقول، وعلى كابتن ايهاب، لان بصراحه انا اتمرنت مع كابتن ايهاب، حاجه محترمه لا جدا، مدرب جامد بكلمه بصراحه. طبعا فهو بقاله موسمين معلش كده، بيحصل انا بيحصل تمام مع حضرتك، بس انا بقاله موسمين هو غصب عنه راح فاركو يا كابتن، ما فيش لعيبه، والقيد برضو كان فيه مشكله. طيب الاسماعيلي نفس القصه برضو، في مشاكل وفي حاجات كتير، لكن انا يعني امنيه حياتي ان انا نفسي الاسماعيلي يبقى كويس عشان خاطر الكابتن ايهاب بصراحه، لان هو شخصيه محترمه راجل ومدرب بيجاهد كبير وبيحاول في الظروف دي ان هو عنده سيستم لعب كمان بيلعب بالظبط. بيه. انا بحترم اي حد طبعا عنده طريقه وسيستم بيلعب بيه، ايوه كل الفرق اللي راح فيها اللي عنده طريقه بيلعب ولسه بيها كنت بصراحه. بتكلم انا وكابتن محمود قبل الفاصل ان كمان يا كابتن على الخط، لا كوتش واقف يعني.